السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير متابعينا وأعزائنا المشاهدين، نرحب بكم في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارحمنا، اللهم تقبل منا أعمال. يا الخير يا الخير يا جماعة الخير، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، ما شاء الله يا نيسر، ما شاء الله. وشوفوا القمر يا جماعة، شوفوا القمر، مع أن القمر الآن نص الليل ظلام ويطلع متأخر ويغيب متأخر، لكن الحمد لله الشهور اللي طافت مثل هالأيام ما يسوي نيسر يا جماعة، يقل وايد علينا لأن القمر يطلع متأخر، لكن الحمد لله نعمته سبحانه. كل نيسر اليوم يا جماعة الخير، لين الحين ما حصلنا سمك غير، الحمد لله، نقول الحمد لله. زين يا الربع، شوفوا يا جماعة محلات البحر صافي سلال. اليوم اكتفينا يا جماعة بشل القراقير بس، ما دفرنا، شبعنا القراقير لأن ما في سمك خلط وايد اليوم، كل يوم برزقة يا الربع. أما ضريسة أهم سمكة صدناها. وصلنا الحمد لله بحفظ الله ورعايته والخير. طبعا اليوم ما دفرنا يا جماعة الخير، الأسماك قليلة، السمك قليل في الحضرة، بس اكتفينا بشل القراقير والحمد لله شبعنا القراقير، وإن شاء الله دائما احنا نكتفي بالأقل شوي على أساس ما يطيح الأسعار. ما في حد اليوم الربع هناك. طبعا يا جماعة بن قطوان يتمخطر ياي لكنه يتشاور. شوفوا يا جماعة يا مع الوفد المنافق المرافق، شوفوا يا جماعة يتمخطر. طبعا جمهور بن قطوان يحرصون على أن يتصور.